انضم إلينا فراس كرم مراسل أورينت نيوز من ريف حماة وتحديدا من سهل الغاب. أهلا بك فراس، تفاصيل أكثر حول استعادة كتائب الثوار السيطرة على صوامع المنصورة بشكل كامل. نعم ميرا، طبعا بعد اشتباكات عنيفة دارت بين جيش الفتح من جهة وقوات النظام من جهة ثانية، استطاعت كتائب جيش الفتح دحر قوات النظام من مباني الصوامع التي تمكنت من احتلالها قبل يومين. طبعا هذه المنطقة هي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للثوار، وأيضا بالمقابل بالنسبة للنظام تعد خط دفاعي لتجمع جرين العسكري من الجهة الشرقية. يحاول النظام توسيع الرقعة الجغرافية التي يمكنه من خلالها حماية المواقع العسكرية الممتدة على السلسلة الجبلية جبل العلويين في ريف حماة الغربي، بدءا من تجمع جرين العسكري وصولا الى مدينة صقلبية. طبعا هذه المنطقة هي تعتبر كما ذكرنا منطقة استراتيجية، يحاول الثوار منع قوات النظام التركيز او التثبيت فيها او زج قوات عسكرية تابعة للنظام في هذه المنطقة. كانت تحاول قوات النظام استعادة او السيطرة على قرى المنصورة وتلواسط في ريف حماة الغربي، لكن محاولات بات بالفشل بسبب المقاومه العنيفه التي ابداها الثوار في هذه المنطقه وخلال المعارك العنيفه التي خاضوها في هذه المنطقه. طبعا ميرا، في هذا الاطار او لهذه المعلومات ينضم الينا الناشط الاعلامي والسياسي بكار حميده من ابناء منطقه الغاب، وهو يراقب هذه التطورات والاحداث العسكريه فيها. تفضل. مرحبا بكار. مرحبا، اهلا يا رب. اهلا وسهلا. طبعا تجري اشتباكات عنيفه بين قوات الجيش الحر وقوات النظام في ريف حماة الغربي وريف حماة الشمالي. حاليا تتركز المواجهات والمعارك في ريف حماة الغربي، تحديدا بين قريه خربة الناقوس وقريه المنصور، كثيره من قبل قوات النظام بهدف التقدم والتوسع في هذه المنطقه. ما هي اخر تطورات عسكريه هناك؟ نعم أخ فراس، طبعا قامت قوات النظام بمهاجمة وبالتمهيد من قبل الطيران الحربي الروسي، وبعد هذا التمهيد بمهاجمة قرية المنصورة، هذه القرية الصامدة منذ فترة طويلة بوجه النظام. قامت قوات النظام بعد التمهيد بالتقدم باتجاه المنصورة واستقرت في صوامع المنصورة لمدة يوم ونصف تقريبا، ومنذ قليل جاءنا خبر بتحرير هذه المنطقة، والآن جثث النظام والمرتزق الروس تملأ المنطقة. أهمية هذه المنطقة أخ بكر. نعم، هذه المنطقة طبعا للمرة الخامسة أو السادسة على التوالي يتقدم النظام من هذه المنطقة، ينطلق من خربة الناقوس باتجاه قرية المنصورة، فإذا سيطر النظام على قرية المنصورة يقطع الطريق بين الشمالي وسهل الغاب الجنوبي، حيث هناك مناطق تقع بين قريه المنصوره وبين جسر الشعور شمالا، سيسيطر عليه النظام لا سمح الله ان سيطر على منطقه المنصوره وهي قرى الواسط وزياره، هذه البلده الكبيره التي دمرها النظام عن بكره ابيها لعده معارك في هذه المنطقه. طبعا هناك مشاركة كانت واضحة من قبل الطيران الروسي الحربي ويستهدف المواقع التي تخضع لسيطرة الثوار. كم هي حجم الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي؟ طبعا أخ فراس، الطيران أو النظام لا يتقدم إلا إذا قام الطيران الروسي بالتمهيد، فهو يمهد على مناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر وهي كتائب مدعومة من أصدقاء الشعب السوري. طبعا هذه الكتائب تقوم بالتصدي لقوات النظام، فيقوم النظام طبعا مدعوما بالقوات وبغطاء جوي روسي يقوم بالتمهيد على هذه المناطق، ولكن النظام لم يقتصر على استهداف المناطق العسكرية فقط ومناطق المواجهات، فقد استهدف منطقتين في ريف حماة الشرقي، رسم الحمام ومنطقة أبو خنادق، حيث ارتقى 5 شهداء إلى الآن وهناك العديد من الجرحى، في مناطق في مدرسة تأوي ونازحين مدنيين من مناطق ريف حماة الشرقي، حيث أطلقت قوات النظام نيرانها على هذه المناطق. كنا سنأتي على هذا التطور في ريف حماة الشرقي عندما أغارت الطائرات الحربية الروسية على مدارس تأوي نازحين من أبناء القرى في ريف حماة الشرقي، كانت هناك حصيلة شهداء، ما هي الحصيلة الأخيرة؟ طبعا لحد الآن هناك ارتقاء 5 شهداء، شهيدين في منطقة أبو خنادق، قرية أبو خنادق وهي قرية صغيرة، وفي المدرسة التي تأوي نازحين في منطقة رسم الحمام ارتقى 3 شهداء، وهناك العديد من الجرحى وهم أطفال ونساء ولا علاقة لهم لا بالقتال ولا بالمعارك. هناك تطورات أخيرة في الأيام الأخيرة عن تشكيلات كثيرة أو تشكيلات تضم فصائل عاملة حقيقية على الأرض في ريف حماة الشمالي من الجيش الحر، هذه أهداف هذه التشكيلات من غرف عمليات وغيرها، إلى ماذا تهدف؟
طبعا هناك تشكيلات كثيرة كما أسلفت، هناك في غرفة عمليات كفر مبودة تضم هذه الغرفة 12 فصيلا تهدف للتصدي لقوات النظام المدعومة بميليشيات روسية، وهناك على جبهة مورك وعلى جبهة اللطامنة هناك اتحاد قوي وكبير بين الفصائل، بالإضافة إلى الإعلان المرتقب عن غزوة حماة من قبل أبطال جيش الفتح. طبعا هذه التشكيلات تهدف إلى التصدي لقوات النظام أولا، ثم التقدم باتجاه مدينة حماة وهي الهدف الاستراتيجي الأول. باتت المشاركة الروسية من خلال الطيران الحربي واضحة تماما، تستهدف المدنيين والمواقع العسكرية للجيش الحر. نعم، هناك يعني استهداف مباشر من قبل الطيران الروسي، وطبعا كلنا نعرف ان هناك غرفة عمليات للنظام وروسيا، طبعا روسيا تقوم بقصف والتمهيد على مناطق التي يريد النظام السيطرة عليها، ومنذ قليل شاهدت سرب من الطيران ذهابا وايابا فوق منطقة سهل الغاب وريف حماة بشكل عام. شكرا بكر حميد، الناشط الاعلامي والسياسي من ريف حماة. شكرا لكم. نعم أميرة، طبعا كما ذكر الناشط الإعلامي بكار حميدي، بالإضافة إلى ما نشاهده من أحداث وتطورات عسكرية، نعم على ما يبدو هناك ذهاب بالأحداث للتصعيد، عندما أصر جيش الفتح عن إعلان في بيانه الأخير بتقدم باتجاه مدينة حماة، بالإضافة إلى زج أعداد كبيرة من قواته وآلياته العسكرية. بالمقابل بدأ الجيش الحر ينظم نفسه على بشكل غرف عسكرية على كامل أو امتداد ريف حماة الشمالي الشرقي والغربي. نعم فراس كرم، مراسل أورينت نيوز من ريف حماة وتحديدا من سهل الغاب، شكرا جزيلا لك.